حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بداية مشوار جديد معكم يبدأ الآن في متداول في لمتابعة أهم وآخر الأخبار والأحداث التي حصلت على مدى الوقت الماضي. سأنوه عن بعض هذه الأحداث من خلال هذه العناوين بشكل سريع. طلبة الجامعات يؤدون الامتحانات الحضورية. إقبال كبير على منافذ لقاح كورونا في العراق. ومحاولة قتل شاب في المستشفى بعد نجاته من شجار مميت. أهلا بكم مجددا. الساعات الماضية في العراق شهدت توتر شعبي وسياسي في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا ودخول البلد الموجة الثالثة من الوباء، وليس هذا فحسب، بل تزامن الوباء أيضا مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة وقلة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي. جميع هذه المعاناة كانت بكفة، والتوتر اللي رافق طلابنا بكفة ثانية. فما بين الدعوات النيابية والرفض الطلابي لتأدية الامتحانات النهائية بشكل حضوري وإصرار وزارة التعليم العالي على موقفها من عدم التأجيل أو جعل الامتحان الإلكتروني، ورغم الجدل والهاشتاغات اللي أطلقها الناشطين والطلاب، اليوم حسم الأمر وانطلقت امتحانات الجامعات الأهلية والحكومية على المستوى الإلكتروني والحضوري بنسبة 60%. من المواد سيتم تأديتها بشكل حضوري و40% منها بشكل إلكتروني باستثناء المرحلة الأولى واللي راح تكون النسب بشكل عكسي. ومع خوض الطلاب اليوم الأول لامتحاناتهم، تداول الناشطين في السوشيال ميديا صور تظهر حال الطلبة داخل قاعاتهم الامتحانية، حيث بدت القاعات مكتظة بالطلاب ولم يتم احتساب المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي. وليس هذا فقط، بل الصادم أيضا ما سنشاهده الآن في هذا الفيديو ونتابع. إذن الدفتر الامتحاني كان بديلاً عن المروحة ليخفف الطالب به حرارة الجو. أما بالنسبة للظلام الدامس مثل ما شاهدنا في هذه القاعة، لم يجد المراقبون خياراً سوى فتح فلاش أجهزتهم المحمولة ليتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات. أما عن التباعد الاجتماعي، رصد الطلاب لنا هذا المقطع الفيديوي ليفندوا ما صرحت به وزارة التعليم العالي. إذن تلك اللقطات اللي شاهدناها الآن أثارت امتعاض طلبة الجامعات والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي، واللي عبروا عن استيائهم بردود كثيرة. تابعنا لكم جزءا من تلك التعليقات والتغريدات وردود الأفعال، والبداية كانت مع غالب السيد. يقول غالب في تغريدة له: والله لو تشوفون وضعيتنا اليوم بالامتحان، لا كهرباء ولا مي بارد، وإحنا طلاب أقسام ما قدرنا أو كتلنا الحر، أو ما قدرنا ندرس إن الحر اللي كتلنا، وكهرباء ماكو لا، وفوق هذا كله معاناة الطلاب المصابين بكورونا، وإجا وامتحنا واليوم معانا وبنفس القاعة. هناك تعليق آخر من جعفر الموسوي يقول: جعفر، الطلاب المصابين بالفيروس سيمتحنون جميعهم في قاعة واحدة، لكن يا ترى هل سيعزل المصابين بعيدا عن أروقة الجامعة؟
وماذا لو كان الطالب أو التدريسي مصاب في إحدى القاعات مع غير المصابين؟ فهل تتخيلون معي الكارثة؟ بس يلا خلي نمتحن وكافي نعترض والباقي على الله. هناك تعليق آخر لإدريس سيف يقول: إدريس، الامتحان الحضوري حسم من البداية من قبل وزارة التعليم، لا يهم صحة الطالب وعوائلهم، وإن اللجنة العليا للصحة والسلامة حتى الآن لم يكن لهم موقف للسيطرة على الوباء، يعني الله ليستر. وأيضا هاشتاج بايدن أنقذ طلاب الجامعات وهاشتاج إلغاء الحضوري. عدد كبير من المواطنين بالعراق يشككون بفاعلية اللقاح المضاد لكورونا، منهم من يتخوف منه ومنهم من يرى أن اللقاح راح يتسبب بموته بعد سنتين أو ثلاثة، أو يحدث مضاعفات تؤدي إلى العقم إلى آخره. وعلى الرغم من الإجراءات الميسرة من مراكز إعطاء اللقاح وحث المواطنين على تلقي الجرعات المضادة لكورونا، إلا أن نسبة الملقحين قليلة جداً، حيث بلغت أكثر من 600 ألف شخص حتى الآن. وبعد ارتفاع الإصابات بالعراق إلى أكثر من 8000 شخص ودخول العراق الموجة الثالثة لكورونا المرافق لتجاهل شروط الوقاية، وفجأة انقلبت الآراء وانقلبت الانطباعات حول لقاح كورونا المشكك به، حيث شهدت مراكز ومنافذ التلقيح في محافظات العراق كافة إقبالاً غير مسبوق على أخذ اللقاح، وباتت تلك المراكز الصحية ممتلئة بطالبي اللقاح، ومنها المراكز الصحية في محافظة ذي قار. بدأت حملة نستطيع وبقوة، أعتقد تشوفون اليوم إقبال كبير من المواطنين لهذه ذي قار على مراكز التلقيح، وحقيقة هذه رسالة مهمة اليوم. بدأت كل محافظة ذي قار بإرسال فرق جوالة تقبل معظم المناطق، وكل مراكز اليوم اللي بيها فرق تلقيحية شوف ازدحام ويعني إقبال منقطع نظر على مراكز التلقيح. نقولهم الإخوان أهلنا في ذي قار، ركزوا شبابنا على أهلكم كبار السن اللي فوق 50 سنة، إذا أمراض مزمنة هاي الناس ذات خطورة عالية ولا سمح الله ممكن يموتون. ونوضح أيضا أنه اليوم كورونا مرض غير الملقحين، انت لقحت خلص تطلع بعد كورونا انسى، لقحت انسى كورونا، تقدر تمارس حياتك الطبيعيه، فكورونا مرض غير الملقحين، وباء غير الملقحين. وحتى اذا لا سمح الله صارت اصابه بعد اللقاحات فاصابه قد تكون خفيفه، واطمئن ما راح تطب نعاش وما راح تموت، فقط لقح باللقاح الموجود، كل لقاحات امينه وكلها مرخصه من منظمه الصحه العالميه وما بها اي مضاعفات. واما اشخاص اديت حقيقه، بعض الاشخاص اللي في التواصل الاجتماعي يذكرون انه اللقاح بمشاكل والى اخره، هاي ناس حقيقه المفروض القضاء يحاسبهم، ناس يعني تعلم اليوم سيطر باللقاح، شفت العالم اوروبا اغلقت تماما وفشلت، فقط نجحت باللقاح. اذا واجب من كل اهلنا انه يجون مثل ما نشوف اليوم ويلقحون كبار السن، خاصه كبار السن، وباللقاح ارجع حياتك العاديه ومسك عاديه، بدون لقاح راح تكون في خطوره وممكن الموت يوصلك 100%. كل جميع اخواننا منتسبي الصحه على جهد كبير حقيقه، بدون جهد كبيره في يعني توفير لقاح مناسب لاهلنا في ذقار. حقيقه كوادرنا دائما عودون ان نكون متميزين، قطع ناصيه ثاني من رقم تقريبا وصلنا تقريبا 60,000 27,000 فقط قطع ناصيه ثاني، هذا رقم كبير. فتحيه للمدير القطاع وتحيه لكل منتسبينا اخواننا في التحصين وكل من شارك في هذه الحمله، وهذا حقيقه عهدنا ايضا ببقيه اخوان ان يبذلون جهود استثنائيه وجهود اضافيه لزياده نسبه التغطيه خلال مناطقهم، وراح نتابع شخصيا كل قطاع ونسب التغطية مالته، ونحث كل اخوه الموجودين على بذل جهود قصوى لرفع نسبة التغطية، لان الموضوع اليوم اصبح حياة وموت، اللي ما يلقح خطورة موت موجود، خاصة كبار السن مزمنة، واللي يلقح لقاح كورونا ينسى المرض ويكون خارج وباء كورونا. فتمنيات الجميع بالصحة والسلامة. إذا كان هذا تصريح مدير صحة ذي قار. ولأول مرة بالعراق منذ إطلاق لقاح كورونا شهدت مراكز التلقيح زيادة بأعداد الملقحين عبر تلقي 41,621 شخص للقاح خلال يوم واحد فقط، وهذا الإقبال المفاجئ تسبب بزحام شديد في منافذ التلقيح، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه في حي العدل في بغداد يظهر فيه طابور من المراجعين الطالبين للقاح، وموظفة يبدو أنها فقدت أعصابها وتصرخ على المراجعين والطالبين باللقاح
بسبب ربما عدم الالتزام بالتنظيم وحدوث فوضى ما أثار ردود أفعال متباينة. إذن الإقبال على اللقاحات أدى لحصول شحة بلقاح فايزر من المراكز الصحية، في حين وعدت وزارة الصحة يعني بشحن وجبة من اللقاحات، خصوصا بعد أن تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية ب 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للعراق. وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع فيديو الموظفة اللي شاهدناه الآن واللي صرخت أمام المراجعين في مركز حي العدل، فكتبت عدد من التعليقات والانتقادات حول هذا الموقف الذي شاهدناه. هناك تعليق لإسراء علي تقول عن هذا المقطع، تقول إسراء: يعني مدى أفتهم هذا التجمع شنو؟ هذول المنتسبين هم بشر وعدهم عوائل ويخافون على نفسهم، كل واحد انصاب أكثر من مرة، واللي توفى واللي فقد عزيز عليه، ماكو أي نظام سرة أو تباعد، إصخام بوجههم. وهناك أيضا تعليق آخر من أم حسن، كتبت أم حسن: حتى مركز صحي الحرية هوسه، والله يساعدهم، المفروض كل المراكز تفتح لقاح، مو يكدسون الناس بمركز واحد. هناك تعليق أيضا من أمجد، يقول أمجد يقول لك: روح لقح توقف ساعتين بالحر، وإذا مو مصاب هم تنصاب من وراء الزحام والحر، لازم يرتبون الوضع، أشو مراكز صحية خير من الله، وأكو مستشفيات أهلية. وهناك أيضا تعليق من سيكو يقول: هي العالم ما تحب النظام، الموظفين شعليهم كانوا يتوسلون بالعالم بس تعالوا لقحوا ما حد يجي، هسه صار اللقاح عزيز. بالعكس، احنا اخذنا اللقاح بمركز حي العدل بانسيابية وتنظيم. يقولون: من امن العقاب اساء الادب، مقولة لم تقال عبثا او اعتباطا، لا سيما عند وصف أي مجتمع غاب عنه القانون والحكم. وانموذجاً على ذلك بسيط جداً بلدنا العراق للأسف، ففي ليلة أمس ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بحادثة مستشفى الجمهوري العام في محافظة البصرة، ولقطات مصورة وثقتها كاميرا إحدى المراجعين من داخل المستشفى في الخفاء، ونقل من خلالها ما حدث. نتابع معاً، وفي العودة سنروي لكم تفاصيل القصة. إذن اللقطات المرعبة اللي شاهدناها الآن سببها حادثة طعن شخص بسلاح أبيض يعني سكين، وفور حادثة الاعتداء نقل هذا الشخص المطعون أو المغدور إلى المستشفى للعلاج. لكن الصادم بالأمر أن من قام بعملية طعنة الجاني لم يقرر الهرب ولم يشعر بالتأسف أو الخوف بسبب فعلته، بل أراد أن يكمل ويجهز على ضحيته عندما سمع أنه لم يمت، وذهب مباشرة إلى المستشفى الذي نقل على أثر طعنة بالسكين لينقض هناك على هذا المجني عليه. وما أن وصل حدث نقاش حاد مع أهل الشاب المغدور، ودخلت حماية المستشفى في الوقت المناسب، وهنا
وقع صدام ما بين الطرفين مثل ما شاهدنا، رغم محاولة الأمن إبعاد الجنات من المستشفى حفاظا على حياة المغدور. الفيديو اللي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أحدث ضجة كبيرة وتفاعل كبير، وغالبيتهم علقوا وانتقدوا حال البصرة، خصوصا أنه العراق يشهد مثل هكذا أحداث بين فترة وأخرى. ومن بين الكم الهائل من التعليقات رصدنا لكم تعليق لعلي رعد، يقول علي في تعليقه عن هذه الحادثة: غياب القانون الرادع هو السبب، لو كان القانون قوي ويحاسب بحيث من يلزم السكين يحسب له ألف حساب. والغريب بالموضوع ليش ما تم اعتقال الجاني؟ هناك أيضا تعليق من برنسس مونة تقول: البلد صار عبارة عن غابة وعصابات وأحزاب، وكل واحد يأخذ حقه بيده على مود أشياء تافهة، لا عقاب ولا حساب، وضاع الوطن ضاع بسبب تخلفكم. هكذا قالت. هناك تعليق من نبأ تقول: نبأ لا، كلش فلتت الأمور، يعني شين تنتظرون وما يسوله إلقاء قبض، تهجم وأكو شهود وتصوير كاميرا، لازم تفرض هيبة الدولة لردع كل من يحاول أن يعبث بأمن وسلامة المواطنين. يا شرطتنا الله بالخير، وينكم؟ طبعا الجدير بالذكر، ورغم البلبلة اللي أحدثها هذا الشجار في مستشفى الجمهوري، وإلا أن أسبابه لا تزال غامضة حتى الآن، فيما أن هناك تساؤلات كثيرة عن ما جرى وحول اعتقال الجاني، أم حال كحال من فلت من العقاب. تساؤل مهم، ننتظر توضيح من القيادة الأمنية ومن إدارة المستشفى لتوضح للرأي العام مصير من تجاوز على هذا المدني، وكذلك الشرطة أيضا، وانتهاك حرمة المستشفى والراقدين فيها. طبعا نتمنى السلامة للجميع. كحال باقي العائلات اللي تنتظر العيد وفرحتها وما يرافق من تجهيزات لشراء الملابس أو ضيافة العيد أو الاستعداد لتجهيزات إقامة الولائم ولربما العزائم وإلى آخره، سيدة عراقية قررت في ليلة العيد أن تتجه إلى السوق بصحبة أطفالها الصغار لتشتري لهم كسوة العيد، لكنها لم تكن تعلم أن هناك فاجعة بانتظارها. تفجير إرهابي للأسف استهدف المدنيين الأبرياء في سوق الوحيلات في منطقة مدينة الصدر في بغداد. إحدى ضحاياه هذه السيدة التي أصيبت بحروق شديدة في وجهها وأعضاء من جسدها. المؤلم في قصة هاي المرأة المسكينة، وخلال زيارة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ يومين لها في المستشفى للاطمئنان عليها وعلى من تضرر بفعل التفجير الإرهابي من المدنيين، لم توصي بنفسها ولم تطلب من سيادته شيء لعلاجها أو استرداد عافيتها، بل كان جل تفكيرها بناتها فقط. دعونا نشاهد الحوار الذي جرى بين رئيس الوزراء وبين هذه السيدة التي كانت ضحية لهذا التفجير الإرهابي الذي حصل يوم ليلة العيد. ان شاء الله ولا مطلعين وتجين عاتك ان شاء الله. شدي حيل، شو تبشين بنتي؟ لا تبشين. قالي بنات ما اريد. اذا اوصيك بناتي سيدي، طالبات جامعه ما اريد اعوفهم. هكذا لخصت هذه العراقيه الاصيله وجعها في حوار مع السيد الكاظمي، واسترسلت حديثها معه بمساعده عائلتها اللي اضطرت لتركهم لوحدهم بعد أن رقدت في المستشفى للعلاج. هذا الفيديو وما أن انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيضا حتى تفاعل معه المغردون وأعيد نشره في المنصات والمواقع الإخبارية، ونال كما هائلا من التعليقات.
كانت تنزف وجعا بسبب الفاجعة التي يتعرض لها الأهالي، ولا يزالون يواجهون مثل هكذا مأساة مع قرب ليالي العيد. ورصدنا لكم بعضا من تلك التغريدات والتعليقات وردود الأفعال، نبدأها مع أمل نمير. تقول أمل نمير: حسبي الله ونعم الوكيل على كل من له يد في التفجيرات اللي استهدفت العراقيين. الأحزاب من طبة العراق ولحد هاللحظة مآسي وضيم العالم كاتلة القهر، وين تروح يا ربي؟ وشنو ذنبهم؟ ليش يكتلون بدم بارد وش يريدون من عدنا؟ مو كافي؟ هناك أيضا تعليق من وين، يعني هذا هو الاسم المستعار: العراق بلد الخير، بلد الثقافة، حرام يصير هيك بدمروا للبلد. يجب على الدولة والأحزاب تدفع كل مصاريف العلاج لأي شخص يتعرض للإصابة في الانفجارات الإرهابية. ومشكور السيد الكاظمي على وقفته ويا شعبه. أيضا هناك تعليق من لوير شيماء تقول: أوف متت قهر عليها، توصي بناتها وناسية نفسها، هي محترقة حروق شديدة، بعد هذا قلب الأم، أويلي عليش، حسبي الله ونعم الوكيل، حوبتكم إن شاء الله ما تروح. وأيضا هذه كانت القصة اللي ويانا واللي شاهدناها الآن. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر أيضا وتيك توك مقطع فيديوي قصير بعنوان ظهور بروسلي في جراج النهضة وسط بغداد. فشنو هي قصة بروسلي اللي قيل أنه في بغداد؟ حيث يظهر في مقطع الفيديو شاب وهو يقوم بحركات الكونغ فو القتالية اللي نعرفها واللي أديها بروسلي في أفلام، وأيضا يصدر نفس الأصوات اللي اعتدنا سماعها عندما يقوم بروسلي بحركة ما في تلك الأفلام، أفلام الأكشن اللي بيها حركات الكونغ فو واللي اشتهر بيها، وفاجأ اللي من حوله بهذه الحركات. طبعا كانوا الشباب يصورون هاي الحادثة بنقالاتهم، إلا أنه هذا الشاب فاجأهم بحركة خاطفة لم تكن في الحسبان. لنتابع. إذن انقسمت الآراء حول انتشار مقطع الفيديو اللي شاهدناه الآن، ومنهم من قاموا بالتهكم على هذا الشاب اللي قيل أنه مريض نفسياً ويحتاج إلى رعاية صحية وتدخل صحي لمعالجته نفسياً وجسدياً، بدل من ترك في الشوارع بهذه الطريقة وبهذا الحال. في حين وجد عدد كبير أيضاً من المتابعين في هذا المقطع مادة دسمة للسخرية والتهكم. فهناك تعليقات كثيرة، واحدة من بين مئات التعليقات كانت لميار علي. ماذا قالت ميار عن هذا الشاب وعن مقطع الفيديو؟ تقول: هاي الحبوب المخدرة سوت بالشباب، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، ماكو شيء بهالبلد صالح، والواقع المضحك المبكي مع الأسف، كان الله بالعون. هناك أيضا تعليق من حيدر الهندي يقول: حيدر شوف بروسلي سكران. طويلة هاي الضحكة. طشر العنبة، موش بروسلي، ضيم بروسلي بنفسه ما طشر العنبة. المفروض هاي الطاقات تحتضنها الحكومة، مع الأسف أحلى شيء اللي يصور من وراء معجانة العنبة مكيف ويضحك وكلها. وأيضا ختم تغريدته به. هناك أيضا تعليق لكريم جابر يقول: كريم، مجلس القضاء الأعلى يقولون أنه نسبة إدمان الشباب المتعاطين للمخدرات بلغت تقريباً 50%، وتالي هاي الحالات تكثر للأسف. والمشكلة صفحات الفيسبوك بس يدورون ويردون يطشون ويضحكون للأسف.
هناك أيضا قصص أخرى ومواضيع وأحداث أنوه عن بعض منها راح نتابعها خلال الوقت القادم من خلال هذه العناوين. أمطار صناعية في دبي بقيمة 15 مليون دولار. وزوج أحذية من نايكي بأكثر من مليون دولار. وزيرة هندية تحدد مبلغا ماليا مقابل التقاط صورة سيلفي معها. هل سمعتم بيوما ما تقنية الاستمطار الاصطناعي أو تلقيح السحب؟ وربما هناك من مرت على مسامعه هذا المصطلح لكنه يجهل ما فائدتها. فماذا تتوقعون من هذه التقنية ومن هي هذه الدولة العربية اللي عملت بهذه التقنية مؤخرا ولماذا لجأت إليها؟ فواحدة من أكثر الدول جفافا على وجه الأرض الإمارات العربية المتحدة، وبتكلفة 15 مليون دولار قامت الإمارات باستخدام تقنية استمطار الاصطناعي أو الأمطار الاصطناعية، وذلك لأجل التخفيف عن شعبها حرارة الطقس اللاهب مع بلوغ درجة الحرارة 50 درجة مئوية. لكن هل تظنون أن هذه التقنية كانت فعالة وأسهمت بالفعل في برودة الطقس؟ خلونا نتابع هذه المشاهد ونستكمل من بعدها. إذن في مشهد غير مألوف في هذا الوقت من السنة ومع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، أظهرت صور ومقاطع فيديوية الأمطار الغزيرة وهي تغمر الإمارات عن طريق تقنية استمطار السحب، وتتلخص مهمتها بصنع أمطار مزيفة للتغلب على الحرارة. وتستخدم هذه التقنية طائرة بدون طيار لإطلاق الشحنات الكهربائية في السحب، مما يساعد قطرات الماء على الاندماج والالتصاق معا لتكوين تساقط الأمطار. وما أن جرى تداول هذه اللقطات لعملية تلقيح السحب في دولة معروفة عربية ومعروف عنها بطقسها الجاف وندرة الأمطار فيها، حتى تفاعل معها المغردون في منصات التواصل الاجتماعي بكومنتات. اخترنا لكم منها تغريدة لعلي سرحان يقول علي في تعليق عن هذا الموضوع والأمطار الصناعية: ناس وين وصلت وإحنا بعدنا؟ هذا يشور وهذا خط أحمر وهذا تاج راس للبعض. صدق كذب؟ شوف الحكومات شلون تفكر، ومسؤولين ملتهين بالانتخابات الجاية وحائرين كيف راح يزورون أصوات الشعب المسكين. إيه إن الله. هناك تعليق من أم جعفوري تقول: أم جعفوري النوب قاموا يلعبون بشغل رب العالمين. والله هاي خوش سمعة، استمطار السحب بس شكوا به، برافو عليهم، يعرفون كيف يرضون شعبهم ويريحوهم مثل حكومتنا بالضبط. هناك أيضا تعليق من إحسان إبراهيم:
حول الأمطار الصناعية في الإمارات يقول يا معودين إيش بيكم عبالك ما شايفين هالتقنية ولا عبالك سامعين بيها، ترى العراق بالثمانينات من القرن الماضي كان يسويها، فليش تتفاجؤون؟ هناك أيضا تعليق من منير يقول منير شوفوا وتعلموا من المسؤول يحب بلده وشعبه، وين يوصلون؟ شوفوا من صحراء إلى جنة، والعراق من جنة إلى همجية وتخلف وجوع ويتم وتشرد إلى الله المشتكى، وتركنا أمورنا إليك يا ربي. هل أنت مستعد لالتقاط صورة سيلفي مع شخص تحبه أو معجب به؟ قد يكون فنانك المفضل، لكن تكون هذه الصورة مقابل مبلغ مالي، قد تفكر في الأمر قليلا. ولكن هذا ما حصل فعلا، حيث أعلنت وزيرة هندية أنها ستفرض على من يرغبون بالتقاط صور سيلفي معها ضريبة قدرها 100 روبية هندية، يعني يعادل تقريبا $1.34، نظرا لكثرة من يفعلون ذلك بالتقاط الصور معها. وأعلنت هذه الوزيرة، وزيرة الدولة لشؤون السياحة والثقافة واللي اسمها أوشا ثاكور اللي تنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم، أن التقاط صور سيلفي عملية تستغرق وقت طويل، ومن ثم فهي ستتقاضى من الآن فصاعدا أموالا ممن يريدون ذلك. وأضافت ثاكور أن الأموال التي سيتم جمعها من صور السيلفي ستذهب إلى صندوق رعاية أسسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمكافحة انتشار عدوى كوفيد-19 في الهند. وقالت الوزيرة لوسائل الإعلام يعني يضيع الكثير أو يضيع الكثير من الوقت في التقاط صور السيلفي، وغالبا هي تقول غالبا ما نتأخر عن مواعيدنا. من وجهة النظر التنظيمية للحزب اعتقدنا، هي تقول اعتقدنا أنه أي شخص ينقر على هاتفه يفرض أو بغرض التقاط صورة معي يجب أن يدفع 100 روبية للوحدة المحلية للحزب. هذا القرار قد يراه البعض منطقيا ويراه آخرون تعالي وتجاهل للجمهور الداعم لها، فلا بأس بقليل من الوقت لالتقاط صورة تذكارية مع من تحب. ولكن كيف تفاعلت منصات التواصل العربية مع هذه القصة وماذا قالوا، حيث كتبت التعليقات الكثيرة؟ وكان طارق جمال أحد المعلقين عن التقاط صورة سيلفي مقابل مبلغ مالي مع هذه الوزيرة. يقول طارق جمال أنا أقدر أسوي صورة فوتوشوب وياها ويا أي شخص أحب بدون فلوس وفض السالفة، هي ما لذب لي دولار ونص على صورة سيلفي ورا يومين أمسحها من الجهاز. هناك أيضا تعليق من كامل ريسان يقول كامل هم الهنود بعد يأكشنون السالفة، بس تفكيرها وقرارها منطقي، لما ما تقبل أن يأخروها على شغلها بالصور والسيلفي، مو مثل جماعتنا يخرب على التصوير نسخة منه إلى جماعة تصورني واني ما أدري. هناك أيضا تعليق من حليم نزار يقول حليم إحنا بالعراق إذا يطبقون هاي الفكرة حتى فلوسها هم تنباق وتروح للمجهول، بس المشكلة عندنا هواية راح يدفعون فلوس حتى يأخذون أو يأخذ صورة سيلفي ويفيك بيها قدام جماعته وينزلها ستوري عود شوفوني أنا والشفية بسيلفي واحد. هناك الكثير من الأحذية الرياضية بأسعار مختلفة تباع، وربما قسم منها يصل إلى عشرات آلاف من الدولارات. لكن إذا شاهدتم الحذاء الرياضي اللي راح نعرضه عليكم الآن، هو حذاء رياضي رث وعتيق ومرتق، يعني ربما إذا شاهدته في أي بالة بالصدفة ربما لن تشتري إذا كان سعره 10,000 دينار مثلا. ربما تفكر أنه أو تفكر قليلا وتقول بدلا من أن أرمي نقودي على هذا الحذاء سأزيد المبلغ 10,000 أخرى وأقتني حذاء رياضي جديد، لكن الأمر ليس كذلك، إذ أن سعر الحذاء الرياضي هو مو هذا الحذاء الرياضي، باللوب الثاني راح نقدر نشوفه، باللوب الآخر الصور الأخرى
الحذاء اللي راح يعرض الآن أمامكم هذا هو الحذاء المقصود، هذا الحذاء القديم الرث والعتيق والبالي اللي تشاهدونه أمامكم متخطى سعر $1,000,000. نعم لا تتفاجئ، أكثر من $1,000,000 سعر هذا الحذاء. ليش؟ لأنه حذاء عمل من الستينيات، فترة الستينيات، صنعها بيل بويرمان وهو أحد مؤسسي شركة نايكي، ومهد لظهور العلامة التجارية الشهيرة في ستينيات القرن الماضي، وصمم زوجي الأحذية اللي دنشاهدهم الآن للعداء الكندي هاري جيروم، وهو حائز على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو عام 1964، ويظهر الآن عليها شعار السهم الأحمر مثل ما نشاهد الآن على الجانب، ما شكل مقدمة لشعار نايكي الشهير اللي نعرفه الآن واللي راح يعرض للبيع في دار سوثبيز للمزاد على الإنترنت، مع توقعات أن يتخطى سعر هذا الحذاء $1,000,000. Hasta €1,000,000 podría obtener Sotheby's por un par de zapatillas. Las fabricó el cofundador de Nike, Bill Bowerman, especialmente para el atleta canadiense Harry Jerome hace casi 60 años. Jerome ganó la medalla de bronce de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Son blancas y tienen en el lateral una flecha roja, preludio del famoso logotipo. إذن أشارت دار المزادات إلى أن هذه القيمة هي القيمة الأعلى على الإطلاق لمزاد على أحذية رياضية للعدائين، وبما أن سعر الحذاء الرياضي خيالي ومثير للاستفزاز، من يجد فيه سعراً مبالغاً فيه، كانت هناك ردود أفعال كثيرة حول ما إذا كان فعلاً يستحق هذا السعر. فكتب حامد غريب تعليق إلى حول سعر هذا الحذاء الرياضي، يقول حامد في تغريدته حول سعر الحذاء الرياضي من نايكي واللي بلغ أكثر من $1,000,000، يقول حامد غريب: الفقراء في العالم يلوكون الخبز اليابس ولا يجدون ماء صالح للشرب، وسوثبيز تعرض حذاء بأكثر من $1,000,000. ما هذه المهزلة اللي تتجاهل هموم الناس وتتاجر بهم؟ أصلاً عيب على شركة نايكي أن تبيع هذا الحذاء بهذا السعر. هناك تعليق آخر من شوقي كريم يقول: إذا كان هناك رجال أعمال وميسورين باستطاعتهم شراء الحذاء بهذا السعر فهي فلوسه وبكيفه، ولكن المفروض شركة نايكي تحول هذه الفلوس لصالح دعم الفقراء والملاجئ والأيتام، عدا ذلك هذا على حد قوله قال هذا استهتار. هناك تعليق أيضا من حليم ميزو يقول: حليم، أكيد رجال الأعمال والمتنفذين مالياً يقدرون يشترون هذا الحذاء اللي صار سعره أغلى من سعر البشر للأسف. إنسان ما يسوى فلس وحذاء سعره ملايين الدولارات، العالم للأسف يصدر كما قال يصدر تفاهات، لابد من قانون يمنع المتاجرة بهذه الأمور. هناك أيضاً تعليق من مرتضى شكري يقول: مرتضى، الموضوع عادي جداً، حذاء ميسي أو رونالدو بمئات آلاف الدولارات، وأكيد لا أني ولا أي شخص عادي يقدر يشتري. الموضوع مقصود بالمتمكنين ماديا وما يعرفون وين يودون فلوسهم، فيشترون بها حذاء ويخليه بالمعرض مالته. في أبريل الماضي حطم زوجة أحذية رياضيين من نوع نايكي إير بي زي 1 كان ينتعلها مغني راب، وأيضا هذا المغني الراب اللي كان يرتدي هاي الأحذية أو ينتعل هذه الأحذية اللي اسمه كانيي ويست، طبعا حطم سعر هذا الحذاء الأرقام القياسية وبيع بمقابل $1,800,000، وبهذا حطم الرقم القياسي السابق اللي كان سجله حذاء نايكي اللي شاهدناه قبل قليل، أو نيكي إير جوردان 1S اللي بيع العام الماضي بمبلغ $615,000، ليتجاوز بذلك سعر حذاء لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان. إذن سوق بيع الأحذية المميزة بملايين الدولارات أو بسعر كبير جدا أثار ردود أفعال كثيرة،
واستفزاز من تابع هذه القصة. إلى هنا نختم معكم قصصنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد في أحداث جديدة وقصص أخرى سنتابعها معكم ونضعها جميعا أمامكم في حلقة يوم غد. إذن نلتقيكم إن شاء الله بنفس الموعد يوم غد، وإلى الملتقى.